مسيحي، يقولوا عبادة شياطين، وانت كي تصبغ شعرك ولا تلبس هكا ولا ما نعرفش تعمل، انت قابل روحك وراضي بروحك وما عندكش حاجه اخرى تخمم فيها. معناتها اسود حاجه باهيه خاطر لون فاخر، حاجه مزيان انك تلبس ستيل معين تثبت به وجودك. انا عندي حاجات نتلهي فيهم خير من العبيد. شنو حاجه تلهي فيها مثلا؟ تياتر، دانس، ميوزيك، حاجات هكاكا. عامله ستيل لروحك ديجا؟ تنش تقول. كيفاش جاتك الايدي نتاع الصبغه اللي عملت؟ ما نعرفش، نشوف في برشا بنات تعمل، عجبني ستيل، ممكن لي باند تاع الميوزيك اللي نسمع فيهم زاد الستيل نتاعهم مزيان، سو حاجه تعجبني. تلبس نوار كيفهم؟ اش معناتها كيفهم؟ معناتها كيف اللي تبع فيهم، خاطر ساعات تلقى لي ميوزيسيان اللي يعملوا دي باند يلبسوا بلاك كله في النوار. يظهر لي الاسود حاجه باهيه خاطر لون فاخر، حاجه مزيان انك تلبس ستيل معين تثبت به وجودك. يعني انت كي باش تلبس ستيل معين، يعني مش معناتها كما يقولوا عباده شياطين وما نعرفش شنو، كيما البانسو باغ اكزومبل اللي راه العباد حاجه نورمال في عينيك ولا راه حاجه بيزار؟ فما اللي يشوفها حاجه نورمال، فما اللي يشوفها حاجه بيزار حتى على خويتهم. يقول لي شنو اللي حطيته في فوق عينيك، مش نتاعك، مخيبك، حاجات هكاكا. شنو نجاوبهم؟ ما نهتمش الحق، نسمع ما نركزش. عائلتي معناتها ما همش متشددين في اللبس، نلبس معناتها الحاجه اللي تعجبني، ما نلقاش معناتها حاجات خايبه باش تلبس ما تلبسش الحاجه هذيك. ما على حاجات اخرى مثلا باش نقب خشمي ولا تتواج ولا حاجه بيزار شويه بالنسبه لهم. انت عامله بيرسينغ؟ لا. شنو الحاجات في اللوك اللي تراه يعجبك تراه يخرج عليك؟ يمكن الحاجات اللي نقولوا احنا الواسعة في اللبسة باش ما تظهرش، نقولوا احنا المنحنيات الجسمية للمرأة، فهمت؟ خاطر نعيشوا في مجتمع فيها تحرش، فيها تحرش بجميع انواعه بالطبيعة. انت كي تشوف عبد نقولوا احنا مظهر برشا من بدنه، بس باش العبد تغزر له تلقى واحد معناتها لابس ستيل معين، معناتها ماهوش مظهر لك الدرجة، مي تلقاه خارج عليه كمان. انت شنو ستيل تلقى فيه روح؟ الأكثرية نلقى روحي مرتاحة في الحاجات الواسعة، الضعف ماهيش عقدة بالنسبة لي أنا، تشوف روحي عادية، يظهر لي بدني أنا اللي نتحكم فيه مش نظرة العباد اللي تتحكم فيه. تنمر برشا فيها كبطية، فيها كدب، حاجات هكاكا. اما توا انا مثلا يحكي يقول لي دبدوبه نفرح، تعجبني. معناتها كي كبرت وليت تقبلها؟ نقبلها، اي فرحانه بروحي، يظهر لي عندي ثقه في روحي اكثر من العبد اللي عطاني الكومنتير نتاعو. ما يوليوش العباد يخلطوا بين الجانب الديني والجانب اللوك نتاعك؟ علاش باش يخلطوا ما بيناتهم؟ حاجه نشوفها حاجه ياسر تافهه، انه واحد كي تلقاه لابس وعايش حياته تردوا انت كافر وما نعرف شنو. انا مثلا مخرجين في اشياء اللي انا مسيحيه، وانا نحمد ربي اللي انا مانيش، معناتها الديانه المسيحيه هي ديانه، اما انا مسلمه، ربي يهدي. شنو تحب تقول للعباد اللي في اللوك نتاعك؟ يظهر لي هما مكتفين بالحاجات اللي خمموا فيها، خاطر مادام واحد لابس ستيل اللي عاجبه مادام مرتاح فيه، ما عندوش علاش باش ياخذ كلام العباد، خاطر كلام العباد كان جاي واصل راه واصل برشا عباد اخرين. حاجه تضحك انك تكون في حاجه وتتراجع عليها خاطر ما عندكش ثقه في روحك، فهمت؟ كان جيت عندك ثقه في روحك راه الكلام هذاك ما يعني ما تخممش فيه، ما تحطوش في مخك اصلا. انت كي تصبغ شعرك ولا تلبس هكا ولا ما نعرفش تعمل، انت قابل روحك وراضي بروحك وما عندكش حاجه اخرى تخمم فيها. معناتها